الخطوه اللي بعد كده تصميم قاعده بيانات بقى. تصميم قاعده بيانات اتفقنا ان احنا نعمل اوفلاين ولا اونلاين؟ اونلاين. يبقى لازم نحجز السيرفر. تمام. هحجز السيرفر هبني عليه كام جدول؟ 2 3 4 بالكتير. لو انت بقى عايز تكمل خش كمل على السيرفر بتاعه. تيبل بقى ابني التيبل دي هصممها بقى على الداتابيز. كل ده رسومات. انا بقول انا هصمم هنا اربعه. ما انا هصمم على واحد هصمم على 10 مش هقعد اعيد وازيد فيها فاهمني؟ عشان بس نوفر وقت. فمينا ان شاء الله يخش ايه؟ اشتغل على نفس السيرفر وصمم الداتابيز. تمام؟ وكده كده انتوا شغالين في مشروعكم موجود ده. تمام؟ وكمل معايا. تمام. طيب هنحجز السيرفر اتفقنا لو هتشتغل شغل فعلي عندك جو دادي وتخش تحجز السيرفر من عليه بس ده بفلوس. لو هتشتغل شغل بتاع ناس وشغال حقيقي. تمام اهو ادي الويب هوستنج اهو. ويندوز بلان اهو دول الايه ام فلوس. تمام. وزي ما انت شايف الباقات وبراحتك تشتغل واحجز الباقه اللي انت عايزها. طبعا اقل حاجه مش عارف 6 شهور باين. طيب لو هنحجز بقى سيرفر حقيقي بقى على سمارتر سيرفر اقصد تريال على سمارتر موقع اسمه سمارتر اي اس بي دوت نت. الموقع ده بيديك سيرفر 60 يوم. كلمة سيرفر دي معناها عبارة عن مكنة شغالة 24 ساعة، كيسة شغالة 24 ساعة. بنحط عليها أي حاجة عايزة تشتغل أونلاين 24 ساعة. وأنت نايم وأنت صاحي وأنت مسافر وأنت ميت تفضل شغال. خدت بالك ده فكرة السيرفر. بيستخدموها فين؟ في المواقع الإنترنت. ينفع تخش على موقع تلاقيه واقع. لو دخلت على الفيسبوك الساعة 2 بالليل هتلاقيه واقع. الساعة 5 الفجر شغال. فمكنة شغالة 24 ساعة. فبيتحط عليها الملفات يا استاذ خالد وتفضل شغال ما تتقفلش. تمام. احنا علشان كده هل ينفع بعد ما تعمل ابلكيشن للمدرسه ولي الامر عايز يخش بعد ما يرجع من الشغل الساعه 1 بالليل يلاقي السيرفر واقع؟ لا. عشان بس مطفي؟ ما هو واقع دي معناها ان الجهاز مطفي. لا طبعا ما ينفعش. المفروض السيرفر شغال 24 ساعه. فده مش هيستحمله جهازاتنا اللي في البيت. اجهزتنا اللي في البيت دي لا. اجهزتنا في البيت دي لو اشتغلت يومين على بعض من غير قفله هتبقى تولع اساسا. تمام. فلازم الجهاز السيرفر يكون بامكانيات عاليه جدا. وزي ما قلت لكم يكون شغال في تكييف 24 ساعه شغال. ما ينفعش تطفي. ده المفروض الصح. تمام. اللي ما حدش بيعمله ان في اوضه سيرفرات تفضل مقفوله ومحدش بيجي جنبها والتكييف شغال فيها تخش تلاقي تلج. ما حدش البني ادم ما يخشهاش. ليه؟ يقول لك البني ادم جسمه بيطلع حراره. فما ينفعش. احنا هو رغم التكييف شغال بس برضه في سنه حراره. احنا بنطلع حراره. ممنوع دخولها. احنا اساسا بنخلي السيرفر جنب اساسا ايه؟ جنب المكتب تحت المكتب. وده غلط. خد بالك المفروض التكييف شغال عليه 24 ساعه. هو ده فكر السيرفر بس طبعا بتبقى سيرفرات غاليه وامكانيات غاليه فاحنا مش عايزين ايه الحته دي. احنا هنحجز السيرفر. السيرفر ده رقم واحد تعمل لنا موقع تعمل لنا اكونت على الجيميل. احنا عاملين ميل؟ عاملين ميل على الجيميل. اسمه ايه؟ سميناه ايه؟ هو ده؟ طب كويس. هتروح داخل لي على سمارتر. تختار تدوس لي جيت ستارتد. وقلت لك اسمعنا جيميل عشان جيميل هيساعدنا بعد كده في حته خدمات جوجل زي الماب. تمام. لو حد عنده ياهو هيشتغل بس لما تيجي تشغل الماب هيقول لك اعمل جيميل. فليه؟ فانت تعمل ميل واحد ليه؟ للدنيا كلها بتاع البروجكت تروح نفسك. تمام. هاجي تحت هنا هكتب اليوزر نيم كورس 18/7. 18/7؟ امال ليه كان فيها قبل كده كورس 18/7؟ اه كورس الجافا اللي بدأ معاكم. كورس 18/7 اندرويد. طبعا مش هيعمل حد يجهز انترنت من على موبايله ويخش لنا على الموقع ده. لو حد معاه باقه يا ريت. هقول لك ليه دلوقتي. واحط الميل بتاعي. واحط الميل بتاعي مره ثانيه. واحط الباسورد. احنا عملنا باسورد قد ايه؟ كورس اد 18/7؟ لا مش فاكرين. كورس اد 18/7/2018 صح؟ معلش ثانية واحدة. الو احنا عاملين هنا كنا عاملين هنا الميل اهو كورس ات 1 2 3 4 5 6 فبرضه انا هعملها كده وحتى برضه اللي هيشتغل هيعمل كده. انا عارف ان هي مش هتوافق في الاخر مبدئيا يعني. ليه؟ اقول لحضرتك كده يمكن على حضرتك على حظكم تشتغل كورس ات 18/7 هو ده؟
بص بقى هيطلع في الاخر رساله اهو كده اتعمل والله. ايه ده حظكم حلو. لا اصل انا كان مره فاتت طلع رساله بيقول لك اعمل تراي اجين واعمل اتصل بالشركه. ليه؟ انا الجهاز ده بعمل عليه 200,000 اكونت، فهم فكروا ان انا بعمل وببيع، باخد 60 يوم وابيعهم. خدت بالك؟ انا بعمل عليه كل يوم، ده انا عامل ليه عايز اقول لك كتير جدا. فخدوا الماك ادرس بتوع الجهاز تمام وعمل له ستوب وقفه. فكنت بعمل ايه؟ اكونت من على الموبايل واجي اخش بيه لوجن. بس كويس عملوا. انت بص بقى هنا بعت لنا اهو، بيبعت لك ايه؟ اكتيفيشن كود اهو تمام. تعمل ايه؟ اكتيفيشن كده، خش باليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم والباسورد يا الميل يا اما اللي احنا كتبناه كورس اندرويد 18/7 مش احنا كتبناه كده، يا اما الميل وريح نفسك والميل والباسورد، وتكتب اللي 2562 اللي هو الفيريفيكيشن كود ده ولا السكيورتي كود. قول اي حد يقعد جنبك تقعد تهرس فيه. تهدى يا عم سيف برضه جميل قاعد كرول. طيب اول حاجه تراي ناو كده بقى، انت بتجهز السيرفر بقى. كلمه تجهيز السيرفر دي يا خالد معناها كانك بتسطب عليه نسخه، مش انت لما بتجيب جهاز جديد بتسطب عليه نسخه ويندوز، هي دي اسمها تجهيز السيرفر تمام. السيرفر اللي هتجيبه عندك اللي هو كلمه سيرفر برضه حطها في دماغك اللي هو كيسه تمام. هتسطب عليه ويندوز ولا لينكس؟ هنسطب عليه ويندوز. ايه لينكس بتاع ابل بتاع ماك. امال بتقول بابا عنده ابل مش بابا؟ بس في لينكس اكيد مسطب عليه لينكس. لا بس في لينكس اسال باباك كده، في لينكس اللي هو بينزل على فيرشوال. اه بس هو اوريدي بتاع ماك اساسا، ده هو لون برتقالي. ايوه بس هو بتاع ماك اساسا بتاع ابل تمام. احنا اللي بنستهبل وبنسطبه على اجهزه عاديه بس وبيشتغل بس ده زي ما بيسطبه على ماك. الاقي واحد جايب ماك ومسطب عليه ويندوز. هي احسن في حاجه اللي هو الهاكر عليه والله العظيم. ثلاثه واحد سعودي نعمل عشان كده فاهم. مش عايز اقول حاجه عشان الفيديو شغال. ايه نعمل اثنين عشان نستعمل حاجات ويندوز. ايوه بس يعني بس برضه يعني المشكله بيفقد امكانياته. انا سطبت له وقلت له بلاش والله العظيم. جهاز جايب لي ب 47,000 قلت له بلاش، قال لي معلش انا مش عارف استخدم النت. يا ابني اتعلم ده حلو جدا وحلو. وبينه وبينك لما بتقول انك شغال على لينكس ده بتبقى حاجه حلوه. المهم بقى هنسطب ويندوز. طب ليه ويندوز؟ عشان السيكوال سيرفر تمام. طيب لو ماي سيكوال ممكن تسطب لينكس على فكره تمام، اللي هي الداتا بيز اللي هنشتغل عليها. هنقول دلوقتي احنا كنا فيها حتى هتسطبه في امريكا ولا في اوروبا ايا كان تمام. بس لو هي فرقه فعلا لو سطبته في اوروبا تمام هتلاقيه جايب لك الفيرجن بتاع السيكوال سيرفر. فاكر لما قلنا هنبني داتابيز في اوريكال في سيكوال سيرفر في كذا تمام، احنا هنبني سيكوال سيرفر. هتلاقيه الفيرجن الوحيد اللي جايبه لك 2016. ليه بقى؟ هو في اوروبا جاي دي كده. بعدين بقى تساله وتسال الموقع. لو اخترت امريكا هتلاقيه تختار 2008 ولا 2012 ولا 2014 ولا 2016. فخد بالك من ايه؟ انت تعرف فيش تعرف اوفيس؟ اكيد تعرف مايكروسوفت اوفيس؟ اه حلو. مش ليه فيرجنات؟ اه 2007 و2010 بس. خدت بالك؟ الداتا بيز ذات نفسها برضه نفس الكلام. في موقع في برنامج اسمه مايكروسوفت سيكوال سيرفر، هو ده اللي اتكلمنا عليه. الداتا بيز في منه برضه 2008 في منه 2008 وفي منه 2002 وفي منه 2005. خدت بالك؟ فهو بيقول لك اختار الفيرجن اللي انت عايز تسطب عليه ده. لو انت عملت الابلكيشن فين؟ السيرفر فين؟ في امريكا. لو عملته في اوروبا هتلاقيه جايب لك 2016 تمام؟ تسميه هنا بيقول لك سمي الموقع. طبعا انت ما بتعملش موقع، انت بتعمل ايه؟ موبايل ابلكيشن. فانت كل اللي يهمك داتابيز. طب احنا هنعمل ايه الموقع؟ مش اي داتابيز لازم، بس احنا اتفقنا احنا هنعمل الادمن ايه؟ ويب ابلكيشن. فعشان كده هنسمي الموقع ايه؟ سكول ام تي اي. خلاص اسكول بس يا عم. ده اللي هيعمل الابروف كده. ايه؟ ايوه ده الادمن هيكون ليه صفحه ويب كده اللي هو انت. اللي هو من اللاب بالظبط. بس ده بقى ان شاء الله كده ايه على نهايه الكورس الموضوع ده تمام. بعد كده اي اندري موافق على الشروط اللي هو عايزها ديت، وتروح قايل سبميت. قفل ليه؟ الله يخرب بيته. استنى بس هو كان كرسي ايه؟ هو ده؟ 3-6-1-9 ايه؟
كول فنلندا. لا لا عادي تمام. بعد كده قال لك دي بيانات السيرفر، قول له شكرا سبميت. اصبر من دقيقه لثلاث دقايق قبل ما بيجهز السيرفر. ما بيجهز ده كله بيسطر على ايه؟ على الجهاز. ايه؟ ايه؟ مفيش داونلودين. امشي معايا بقى خطوة بخطوة بقى. المفروض تبني دي ار دي وتبعتوها لنا النهارده ونأكد كده عليها عشان تروحوا البيت تبنوا الريليشن سكيما او خلال اليومين دول. احنا معانا لسه لحد يوم الاحد هو ولا مش عارف السبت، وتبني لي السيرفر وتبدا تشتغل معايا خطوه بخطوه، عشان الخطوه اللي هتضيع منك والله العظيم هتندم، تلاقي الموضوع اتكوم عليك. هرجع الاي ار دي تبني على نفس اللي احنا عملناه بقى، بس ضيف لي حته ال ضيف لي حته الكتب. ايه؟ خلصت يا ابني، ابعتها لنا النهارده على الجروب. بعتها خلاص، هروح البيت بس ان شاء الله النهارده يا بكره الصبح ارجع. مش مشكله تمام. ماشي ابعتها بقى، اروح اعملها النهارده او بكره. بس شوف ما عملتش اللي هي ايه. اعمل اعمل وابعت، اعمل وابعت واحنا نقول لك. عملتها كده بس ايه؟ اعمل وابعت بعدين. بعدين ابو مينا، بعدين ابو مينا، بعدين. خلص كده. بص كده يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا كرولوس، كنترول بانل. انت كل اللي يهمك مين؟ الموقع بتاعكم اهو، ده الموقع. طبعا هو حاطط فيه اسمه وطبعا ايه، ما تقوليش هو ليه كده، ما هو انت واخد حاجه فري فما تتامرش على اسم الموقع. لما تشتري ابكتب سميه زي ما تسميه www.yusuf.com، محدش يقول لك حاجه. اما انت هنا انت واخد حاجه فري، وهو لازم ايه يحط التاتش بتاعه، حاجته والايه والدنيا بتاعته. تمام. الموقع ده لو روحت البيت هتلاقيه مفتوح. طب عشان طب انت دلوقتي عايز ترفع حاجه على الموقع، بس زي ما بنيجي نعمل الويب، بص كده تخش على حاجه اسمها فايلز. فايلز يعني ايه؟ ملفات. سكول في الصفحه بتاعتك اهو، دلتها ادلتها يعني ايه؟ الصفحه اللي مرفوعه ده ايه؟ انا بدلتها كده، اتدلتت. بص كده خش على الموقع، مفيش صفحه. تمام. طيب اعمل انت صفحه. طبعا انتوا درستوا HTML صح؟ اهو دي كود اتش دي، ده كود بيكتب صفحة، بيعمل صفحة ويب، كود بيعمل صفحة ويب، وهنسميه ويلكم اندرويد 18 ايه؟ 7/2018. سيفتها. طب معلش دي انا اجيبها منين؟ لا ده دي صفحة هنعملها. HTML؟ صفحة هنعملها اهي. انا عامل صفحة زي دي بالاتش. انت ما درستش HTML في الجامعة؟ انت رايح رابعة. ما اتدربناش لسه والله. ولا احنا ما اتدربناش. لا لا دول ناس. انا ايه؟ لا 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 ازاي؟ اي حد اللي قاعدين دول في 10 دقايق. اللغه الاساسيه لتصميم مواقع HTML. لا اللي بتخلي فيه ملوش لازمه ان هو يدرسوا لنا ماده في الجامعه. ايوه لا مش ماده، هي في خلال ساعه اتنين زمن هيخلصها. دي حقيقه عشان كده. طيب الـ HTML ده لغه تصميم صفحات مواقع انترنت، هي اختصار هايبر تكست مارك اب لانجوج. تمام. اللغه دي بتصمم صفحات، انت واخد بالك؟ عايز تعمل صفحه وفيها اسمك وباللون كذا ويقعد يتحرك. هو ده سي اس اس بقى، اللي هو كاسكيد ستايل شيت. دي حاجه ثانيه. لا لا خلاص بقى، اصل ده بقولك مش عارف ايه تعمل لها يا عم. تمام. معلش يا عم علي والله حاجه عليك. فالصفحة دي احنا عاملينها. طب انت عملتها ليه دلوقتي؟ عشان اثبت لك ان الموقع اونلاين تمام وشغال. انا هعمل ايه؟
اهو هروح جاي هنا اعمل ابلود. طب انا قبل الموقع HTML ازاي؟ انت مش هتبني انا بس بسدد لك. هي هتعمله ولا هي هتعمله؟ طبعا انت اللي بتبنيه، بس احنا هنا مش هنبني مواقع، وانا بدرس مواقع. لا انا بدرس موبايل ابلكيشن، انا بس بوريك ان سيرفر شغال اونلاين. يعني انا بقى هقلل الحمده عندي ازاي ما انا اعرفها. بس احنا في الاخر هنبني نعمل موقع اما نيجي ساعتها بقى ان شاء الله. بس مش هشرح HTML. لا مش هشرح، هقول لك تعمل ايه. بننزل تمبلت ونعدل فيه ما تقلقش. هنا طبعا بيقول لك الجافا سكريبت والفلاش مش شغاله، فتيجي هنا سايت سيتنج تعملهم الاثنين ايه. دي حاجه طبيعيه دي بقى الله تسالني عليها دلوقتي. انا عارف دي حاجه في الموقع عشان تبان دي. تمام هاجي بقى عند الديسك توب، انا عندي صفحه اسمها اندكس اهي. لا لا مينفعش نرفع اكتر من دي. ايه اه بس هو فكره حلوه. بص كده خش على الموقع كده، اي حد هيخش اهو بص لا لسه رافع. اي حد هيكتب على على الموبايل بتاعه اكتب لي اللينك ده هتلاقيه جاب لك الصفحه دي. موقع عادي وشغال. لو رحت البيت وكتبت اللينك ده هتلاقي الصفحه دي موجوده اللي احنا عاملينها. خدت بالك اللي احنا عاملينها دي اهو كورس مش عارف 18/7 اندرويد داش 001 داش سايت 1 دوت اي تي ولا اي تمب يو ار ال دوت كوم. لو فتحته على موبايلك هيفتح. خدت بالك عشان كده احنا حجزنا سيرفر ورفعنا عليه. لما نيجي ساحه الادمن هرفع مين صفحات الادمن ومن خلالها تقدر تدير الابلكيشن. تمام. طب انت دلوقتي بتحجز السيرفر ليه؟ الوظيفه الاساسيه ليه ان انا اعمل ايه داتابيز. هو ده وظيفتي كموبايل ابلكيشن دلوقتي ان انا ابني داتابيز. واخد بالك؟ طيب الداتابيز اللي هتبنيها سيكوال سيرفر وماي سيكوال، حابين تشتغلوا ايه اللي يعجبكم؟ انا ما عنديش مشكله اللي انتوا عايزينه اللي ايه داتابيز زي ما بتشتغل على ميديا بلاير وبتشتغل على زي ما بتقفل هما الاثنين برامج مختلف. مش في كذا برنامج بيشغل فيديوهات؟ خد بالك في كذا برنامج بيبني قواعد بيانات. بالنسبه للسيكوال سيرفر وماي سيكوال مفيش فرق. اما لو قلت لي سيكوال سيرفر اوراكل اقول لك لا فرق شاسع. سيكوال سيرفر مع اوراكل فرق في حجم البيانات، فرق في السرعه، فرق في السكيورتي. اما السيكوال سيرفر وماي سيكوال دول قريبين من بعض كتير جدا يعني. تمام سيكوال سيرفر هندوس على دي. الداتابيز اللي هتبنيها من نوع 2008 بيقول لك يا ريت بلاش ما انصحكش بيها. تمام ولا 2012 2014 2016 الداتابيز بتاعتك اللي متسطبه عندك هنا انت مسطب سيكوال سيرفر كام؟ ليه ما انت قلت هتشتغل اونلاين انت هنا كام؟ انت مالك باللي متسطب عندي؟ ما انا ممكن اخليك السيكوال سيرفر ده هو يتصل بالسيرفر اللي انت عامله. فاي حاجه تعملها على البرنامج تتعمل فين؟ على السيرفر. خدت بالك؟ يعني ممكن تبني الداتابيز بطريقتين، تبنيها من على السيرفر مباشره بس برضه سيكوال سيرفر، يا تبنيها من برنامج سيكوال سيرفر بس كونكت بيها. تمام احنا هندي من هنا برضو من هنا الاثنين عشان بس الناس اللي في الجامعه الدكاتره مش هيعرفوا السيرفر اللي بره. يقول لك انت مش مشغل سيكوال سيرفر ليه؟ هو اساسا سيكوال سيرفر هما بيحبوا يشوفوا ايه السيكوال سيرفر. خدت بالك والداي ايه برنامج اسمه مايكروسوفت سيكوال سيرفر 2012 او 2014 او 2017 اللي يعجبك نزله. تمام بس بيقول لك ما انصحكش ب 2008. موجود برامج على فكره انا كنت سايبه هنا، استنى كده كنت سايبه فيات كورسز بتاع ايمن دي، وكنت سايبه في ويب كورس ويب تبدا ممسحه ولا ايه تبدا مسحه يا اخي. كنت سايب والله سيكوال سيرفر انا اجيب لكم على على فلاشه ولو شنو ده يبقى يجيبه ماشي. بس بقولنا هنا معاك عندك كام؟ مش واحد 15 14 بقى بس 14 16 هم عملوا 14 16 17 انا عندي في الشغل بينزلوا واحده سبيرشن طب كويس هو تلاقي نازلين 17 او 16 ممكن نفس اللي هنشتغل عليه هنا مش هتفرق اللي انتوا عايزينه مش هتفرق. بس اهم حاجه حضرتك اخترت هنا انا هنا كام؟ يبقى هنا اختار 12. اما عارف لو اخترت 14 البرنامج بتاعك هيكونكت على السيرفر تمام بس هيجي يعدل يقول له لا مش نفس الفيرجن. لو عايز تشتغل اوف لاين يعني ايه؟ لو عايز تشتغل اوف لاين عندك طريقتين، تقعد تشتغل اوف لاين وتخلص شغلك وبعد ما تخلص تروح رافع. عايزين تعملوا الطريقه دي نعملها لكم. تمام؟ هو طبعا اوف لاين هيبقى ايه؟ اسرع. احسن مش احسن. لا الاثنين واحد بس اسرع.
حبيت اعدل في ايه؟ لو حبيت اعدل عاد تخش بقى على السيرفر وعدل. خدت بالك؟ هو الافضل بصراحه انك تعمل الداتابيز وتخلصها على ايه؟ على الاوف لاين وتخلص امورك عشان تبقى سريعه وتنجز، وبعد كده ترفعها لي فين؟ ايه؟ هديك الاثنين عشان تبقى فاهم برضه. خدت بالك؟ عشان تبقى فاهم. افرض انت رحت قعدت على جهاز تمام؟ مش جهاز بيتك بس عايز تعمل كونكت بمين؟ عايز لازم تعرف ازاي تعمل كونكت للسيرفر. تمام؟ طيب تعالى بقى. سيبك من دي دلوقتي. خلاص احنا عرفنا ان هو عندنا 2012، الداتا بيز هتسميها ايه؟ والله هسميها سكول دي بي. الباسورد ايه؟ كورس. نخلي بقى كل باسورداتنا واحدة. ات 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ وانا كتبت ايه؟ كورس ات 1 2 3 4 5 6 سبمت كده بيبني قاعدة البيانات. قاعدة البيانات اتبنت اهي. سيف. عايز اشوفها. تفتح دي كده ويب كونكت. ويب كونكت. طبعا اي يوم هنيجي هنلاقي النت قاطع اقول لكم يلا سلام عليكم ومش مش هينفع نشتغل بعد كده عشان شغالين اونلاين. فايه؟ نفس القصة برضه. اه وتقدر تعمل كونكت وكل حاجة. اديني الباسورد. كورس. 8 1 2 3 4 5 6 برضه اتكتبت بسرعة. كونكت. الداتا بيز ايه؟ مش هي دي؟ تيبل اهي. في جداول؟ لا. تعالى نبني جدول واحد من هنا. وتعالى نبني جداول تانية منين؟ من كونكت. وتعالى نبني جداول تانية من اوف لاين. تمام؟ يبقى معاك شغالين على دلوقتي انا فاتح ايه؟ ايوه فاتح ايه دلوقتي؟ السيرفر. يبقى انا ببني على السيرفر دايركت. حلو؟ كمان شوية هفتح ايه؟ السيكوال سيرفر بس اخليه يسمع على السيرفر. كمان شوية هبعد عن السيرفر خالص وابنيها على جهاز اللوكال. واخدها نسخة واروح حطها. تمام؟ طيب تعالى نبني. عايزين نبني ثلاث جداول مرتبطين ببعض. لو ربطنا الاستيودنت يبقى محتاجين مين؟ البيرنت. ومحتاجين مين؟ الكلاس. فين الكلاس؟ ومحتاجين مين؟ الباص. صح كده؟ تعالى نبني. نبني اول حاجه الكلاس. طبعا ابني اللي تبنيه انا مش شاري معايا بس انا بقول كده. اديني بيانات الكلاس. معلش يا مينا من هنا اقفل لي ده بقى كده. بص شايف دي يوسف؟ شايف دي نيو تيبل اهي علامه النجمه دي نيو تيبل. دي بتبني جدول. اول جدول اسمه ايه؟ كلاسز. خلي بالك ما تسموش كلاس عشان في حاجه في الجافا اسمها كلاس في الاو بي. خدت بالك؟ فتلاقي نفسك بتلطم لما تيجي تبرمج فتاخد بالك. زي في مره كنا بانيين جدول اسمه اوردر. والله العظيم ثلاثة ايام بندور عليه وفي الاخر ان كلمه اوردر اوردر باي. ايه؟ رافضها. رافضها. رافضها وقعدنا ندور في الاخر عرفنا ان اوردر باي. فخد بالك من الاسماء الايه؟ المتعارف عليها دي. الكلاس فيه كام حقل يا مينا؟ ثلاثة. ايه تروح كاتب هنا ثلاثة. نيكست ستيب. أول حقل اسمه إيه؟ كلاس نمبر. تاني حقل كلاس نيم. فلور اللي هو في الدور الكام؟ الكلاس نمبر هخليه برايمري. تمام؟ طيب عند حضرتك هنا في أنواع البيانات. أنواع البيانات زي إيه؟ أيوه الأرقام. الأرقام كنت صحيحة الأرقام بتعملوها إنت والأرقام الصحيحة وكسر فلوت ودبل والحروف سترينج. تمام؟ والتواريخ ديت وديت وتايم صح ولا غلط؟ هنا الارقام الصحيحه انت والارقام الصحيحه والكسر فلوت. الحروف ان فارد شارب. ايوه ان فارد شارب. تمام؟ او في ناس بتنطق ان فار كاركتر وات ايفر. تمام؟ ان فار كاركتر او ان فارد شارب اللي هي يا خالد بالحروف. خلاص شويه وهنخلص. خلاص نمت. تمام؟ بعد كده الايه؟ التواريخ دي تواريخ وقت ديت تايم. طيب رقم الكلاس حروف ولا ارقام؟ يبقى اي ان تي ارقام صحيحه. ما ينفعش رقم كلاس 2.5. اسم الكلاس ان فارد شار عشان اتفقنا ممكن ساعات بيسموه اسماء كلر او اسماء دول زي ما حكيت لكم مره فاتت. تمام؟ او حتى يا سيدي ثانيه اول
ما هي تانية أول حروف عشان العلامة دي صح ولا غلط؟ عشان العلامة دي السلاش دي تمام؟ الدور حروف الأرقام ناويين تسموه الدور الثالث ولا ثلاثة؟ ما حسب السيستم بقى، ما حسب، ما ممكن يقولك سيرد، ممكن يقولك سكند، ما بيعملوها كده يعني، تلاقي في الدور سكند ما بيكتبوش اثنين صح ولا غلط؟ ما حسب، انا عشان كده بقولك حسب السيستم، عاملها اثنين يبقى عامل حسابك انك تسجل واحد اثنين ثلاثة اربعة، هتعملها فرد شهر يبقى تسجل ايه؟ سيرد 1 2 3 كانت، او ممكن تسجل 1 2 3 4 برضه، ممكن ان فرد شهر ايه؟ عشان لو حبيت تسجل 1 2 3 4 ينفع، لو حبيت تسجل سيرد 3 4 هينفع تمام؟ طيب ايه اربعة دي؟ اربعة دي يعني اربع خانات، ما تزيدش عن اربعة، اربعة ديجيت عشان انت هنا انتجر تمام؟ ايه 50 دي؟ يعني اسم الفصل ما يزيدش عن 50 حرف، هو احسن مش هيزيد 25 حلو، ما تزودش على الفاضي تمام؟ كل ما بيقلل كل ما بيفورمانس بتاع الداتا بيز احسن، كفاءة الداتا بيز طبعا تبقى اسرع، المساحة اقل صح؟ ايه؟ مش المساحة بتاع عدد الخانات بس عدد الحروف بس، طبعا ما تجيش تقول اسم الطرف اعمله 10، لو سجلت عبد الرحمن محمد حسين علي 10 خلصوا، ما تقولش عشان المساحة، لو سجلت عبد الرحمن بس هيخلصوا، خدت بالك؟ فخد بالك في حاجات اقول لك المساحة، في حاجات اقول لك لا انا محتاج، يعني العنوان لا محتاج كبير كبير 12 شارع كذا متفرع من شارع كذا خلف كذا امام كذا شقه شمال الاسانسير بيقعدوا يكتبوا قصه الماكس هنعمل ماكس تمام الفلور الدور الثالث الرابع الخامس اعلى دور 15 10 الخامس 10 يعني انا بقول ما ايه 10 لا ما 10 حروف دي معناها ايه لو كتبت الدور العاشر ممكن تخليها 20 مثلا تمام طيب تعال ينفع فصل من غير رقم؟ لا ينفع فصل من غير اسم؟ لا ما ينفعش يتصف فاضي، ينفع فصل من غير دور؟ لا مين الكي؟ كلاس نمبر، حابب الكلاس نمبر يبقى اوتو 1 2 3 4 لوحده؟ حابين كده؟ لو حابين كده علم على الايدنتيتي دي هتبدأ بكام؟ وكل مرة يزود؟ واحد، دي معناها ايه؟ زي الفواتير مسلسل فاتورة 1 2 3 4 5 كده اسمها اوتو انكريمنت هي اوتو انكريمنت في الماي سيكوال هنا عندنا اوتو نوم تمام كده وروح قايل كريت ادي ازاي يا ابني جدول بالطريقه دي من هنا فيها مشكله طيب تعالى نبني جدول من السيكوال سيرفر ايه كريت تيبل كذا بس بص انا ماشي بمبدا بقول لك ايه ما تضيعش طالما في حاجه ويزر ما تضيعش وقت فيها وانجزها البرمجة لسه جاية بقى الأكواد لسه جاية في البرمجة تمام؟ طيب يعني وانت بتبني شغل فعلي ما تقعدش تبني كرييت تيبل في الجامعة بنعلمهم كرييت تيبل فعلي بس في وانت بتبني شغل فعلي لا انجز ما هو اللي هيبني بالكرييت تيبل هو اللي هيطلعه لك في الآخر ايه؟ اللي بالعادية بالوزن مفيش حاجة تتعمل بالكود وما تتعملش بالوزن من المستحيل كل ده وده ما ينفعش تعمل بده دي أو بدي بالظبط ولو على سيمي كولوم أو كوما ادي ايرور طبعا لا طبعا مش منطقي بصراحة تمام طيب تعالى بقى نثبت نكتبها بالسيكوال سيرفر هتكتبها بالسيكوال سيرفر قال لك يبقى لازم تكونكت على السيرفر تكونكت على مين طب اكونكت على السيرفر ازاي قال لك عشان تكونكت على اي سيرفر محتاج ثلاث حاجات اسم السيرفر اليوزر نيم الباسورد ايه الاي بي الاي بي ما هو السيرفر نيم هو السيرفر نيم اي بي ويوزر نيم ما هو السيرفر نيم هو ده الاي بي هو ده الاي بي في ناس تكتب في ناس تب تكتب الاي بي بس محدش بيدي الاي بي يعني الاي بي بتاع السيرفر اهو ما عشان كده الاي بي بتاع السيرفر بتاعنا اهو استنى اللهم صل على النبي فين لا هنا هنا الاي بي بتاع السيرفر هنا اهو هو ظهر لنا في اول مره فين هو ده يا تحط اسم السيرفر وتريح نفسك اللي هو ده هجيبه لك دلوقتي شفت الاي بي اهو طبعا الاي بي ده انا ما حطيت طبعا مشكله بالظبط فانت تعمل ايه بنيجي هنا الداتا بيز ايه كونكشن سترنج ايه الاي بي السيرفر نيم هو ده السيرفر نيم
تمام؟ يا تحط الاي بي، بس انا بحط السيرفر نيم. هات السيرفر نيم تروح رازعه بيست هنا، تمام؟ وتروح حاطط لي اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم اهو اللي هو اليوزر اي دي، دي جبتها منين؟ دوست على مين؟ اهو ادي لي الباسورد ايه؟ ات من 1 ل 6. طبعا مش هو، مش هيكون كاتبه لك، هيكون كاتب لك ايه؟ والنبي ما حدش ياخد لي يور دي بي باسورد يحطها لي، ده هو بيقول لك اكتبها، تمام؟ وتروح اي ريمبر مي كونكت. اسماء هخلص كورس واكلمك، ماشي؟ نص ساعه كده واكلمك. ماشي ماشي، سلام. كده احنا بنعمل كونكت على السيرفر. اتفرج بقى على التقل بقى. والله يعني انت عندك مشكله كويس، ممكن والله. طب ما تقول لي الموضوع ده، انا عندي النت مهبل. بعدين بقى اما نخلص بقى والله قول لي. والله انا لاغي نت بقالي 4 شهور والله. طب بقول لي القصه دي عشان انا لاغي النت بقالي 7 شهور فبسبب مشاكل معاه. بس بعد ما يخلص؟ لما كم جيجا؟ 100 جيجا. اه لا يخلص 100 جيجا. وممكن مثلا لو خلصت ال 100 جيجا تزود 50 ل 50 جيجا. وده النت كان بيفصل عندي كتير، وعايز اقول لك الشهر كله يشتغل فيه. لو عندك المشكله ايوه يعني اكتب رقم كام؟ اي رقم يعني 19177. ما تنزلش 19377 عشان دي تيجي. يعني 19177 حلو. واسيب ما حدش هيرد عليك اصلا، يا اما هيرن يا اما يقول لك الرقم ده مش موجود. واسيب السماعة مرفوعة، هتقعد تعمل تيت تيت فعلا. افرض بقى حد رن عليا في الوقت ده. انت الارض هتتكلم على الدي ام ار دي. هو ناجي هو ويوسف هيجيبوا لي جلطة. بما انا اي محاضر قايل لي والله يا عم، قايل لي هو، قايل لي قايل لي عندك حد اسمه يوسف لذيذ كده. قلت له طيب التيبل ايه؟ احنا عاملين كده كونكت على السيرفر، عملنا كام جدول فوق اهو ظهر اهو، خدت بالك؟ تعالى نبني الجدول من هنا بقى المره دي. كليك يمين على تيبل نيو تيبل، كليك يمين على تيبل نيو تيبل. استنى بقى، شفت فوق لما عملناها من ازاي؟ بسرعه حركه هنا. بس في بقى لما نيجي نعمل العلاقات لازم من هنا، ينفع من هناك بس اسهل من هنا. شد وتسحب اهو. مش ده بتاع الاوفلاين؟ ايه؟ مش ده بتاع الاوفلاين؟ لا انا دلوقتي لسه، لا انا عامل بطريقه الكونكت على السيرفر. يعني دلوقتي حاليا انا على السيرفر. تمام؟ طيب تعالى بقى الجدول اللي بعده. كنا قلنا جدول مين؟ اديني جدول البيرنت يا يمين. يوزر نيم، باسورد، والنيم، والفون، والايميل. بس كده؟ طب الجوب ناخده معانا، والحاله الاجتماعيه اصل بيعرفوا لو منفصل ولا لا، وبيعملوا قصه. لا والله بجد، ده المدارس بتعمل قصه، ومين اللي يجي ياخد؟ هل انتم منفصلين؟ طب مش عايزين مشاكل؟ هل الام هتيجي تتخانق؟ والله فعلا دي حقيقه. لا فعلا دي حقيقه في الداتا بيس، فعلا حقيقه بيعملوا كده. مين هياخد الولد والكلام ده؟ ومين اللي هياخد الولد؟ وما تدخلوش مشاكل في حاله الانفصال بالذات، وبيخافوا جدا. تمام. اليوزر نيم حروف ولا ارقام؟ حروف. ان فارت شاور 50 حلو ماشي. الباسورد حروف وارقام، يبقى ان فارت شاور بس 20. الاسم ان فارت شاور 75. التليفون يتعامل معامله الحروف عشان الصفر اللي على الشمال، اي رقم ما بيتمش عليه علامات حسابيه يتعامل معامله الحروف زي السترينج. ان فارت شار هنعمله كام خانه؟ 11. اكيد مش واحد هيجي، هيجي دولي يعني. 15 والله ما انا مزعلك.
الايميل ايه؟ احسن يكون رقم سعودي يا اخي. ان فارتشار 150 الجوب ان فارتشار 50 الحالة الاجتماعية اسمها انمر سنجل يا عم ولا بتنام على عيني اهل ومش في الجوكس وين بيوصى عيب وان مرض ازاي ويبقى بنته منين؟ استغفر الله العظيم. كليك يمين ده برايمري كي. كليك يمين برايمري كي. محدش يسمع الفيديوهات دي نصيحة يعني. ينفع اب من غير باسورد؟ امال هيخش على الابلكيشن منين؟ من غير اسم؟ لا. من غير تليفون؟ ممكن. من غير ايميل؟ ممكن. من غير وظيفة؟ ممكن. من غير حالة اجتماعية؟ لا. ايه؟ اه طبعا طبعا. انت لو عملت شلت كل علامات صح يبقى انت كده مجبر ان كله يدخل، كل الداتا تدخل. افرض واحد معهوش ايميل، عارف معناه ايه؟ هتقول له امشي روح اعمل ايميل وتعالى لي. هو السيستم مش هيرد، هنبعت اكتيفيشن كود على الميل، فاحنا لازم الميل يدخل برضه لو هنبعت اكتيفيشن كود على الميل. بتقول ايه يا يوسف؟ المفروض يبقى الفولنا برايمري كي. لا مش بالضروره اليوزر نيم ده، بالعكس البرايمري كي لازم ياخد صفتين. الصفة الأولى إنه ما يتكررش، الصفة الثانية إنه ما ينفعش يتصف فاضي. ينفع أب من غير تليفون؟ رد عليا. يبقى ما ينفعش تعمل برايمري كي. المفروض دلوقتي لا يعني. لا وليه؟ في ناس تقول لك ما بحبش أشيل تليفون. إيه المشكلة؟ أيوه في ناس تقول لك أنا ما بحبش أشيل تليفون. طب هو أنت ناس كبيرة تقول لك ليه حد يوصل لي كده بمزاجه؟ إيه ده؟ يا عم علينا خلينا بس كمل يا مجاهد. الصح اللي أنت بتشيله. صح اللي انا بشيله معناه ينفع اب من غير ايميل عادي، يبقى تسيب الصح. اسيبها لو ما ينفعش يبقى تشيل الصح. يبقى انت عارف، اقول لك عارف العلامه الحمراء اللي جنب التكستات دي معناها ريكوايرد، يعني لابد من ادخالها. هي دي الفكره. سيف اسميه بيرنتس. كده عملت الجدول ايه التاني، عملته من خلال السيكوال سيرفر على السيرفر. بص كده، روح هناك اعمل دوس على تيبل نزل اهو، خدت بالك؟ بنيت من هنا يسمع تحت، بنيت تحت يسمع فوق. طيب تعالى بقى اقفل السيكوال سيرفر خالص وافتحه لي تاني، بس خش اوف لاين يبقى لوكال على جهازك. ايه تكتب هنا دوت وتقفل لي ويندوز اوثنتيكيشن. دوت دي يعني الجهاز اللي انت قاعد عليه. انت كده كاتب اسم سيرفر، كاتب اسم يوزر نيم وباسورد؟ لا، ما انا مش هلاقيه، اكيد مش هلاقيه. تمام. داتابيز كليك يمين، داتابيز جديده. كان كليك يمين على الداتابيز، نيو داتابيز، سميها اي اسم يعجبك، يوسف. اوكي. بعد كده رايت كليك على نيو تيبل. شوف بسرعه ازاي اوف لاين. اديني بيانات الاستودنت يا استاذ. استودنت اي دي. ايوه. واحدة واحدة. نيم، فون، ايميل، جندر، بيرث ديت، الفيز اللي هي المرحلة، الجريد، والايمج يو ار ال. تمام. وكان في تلات حقول بتوع الفورن كي، مين بيرنت يوزر نيم وكلاس نمبر وبيش وايه وبلات نمبر. صح ولا غلط؟ بيرنت يوزر نيم وكلاس نمبر. تمام. وبلات نمبر اللي هي رقم اللوحه، رقم لوحه الباص، حروف الارقام. فارت شار عشان الاثنين اعلى عدد 8 4 و4 بتوع اسكندريه. تمام. رقم الفصل نمبر، كنا عاملينه في الفصول هناك. ايه؟ ما هو ده جاي من جدول الفصل. حضرتك خش على الفصل عامل الكلاس نمبر هنا ايه؟ كام؟ ايه؟ ايه؟ في حد خرج من على الشبكة؟ عاملينه نوعه ايه؟ انت كام؟ يبقى غصب عنك هنا انت 4. طالما فورين كي
طالما فورين كي يعني جاي من جدول تاني لازم تعمله زي الرئيس زي اللي جاي منه. لو ما عملت حاجة مختلفة مش هيرضى يعمل الريليشن. تمام. البيرنت يوزر نيم حروف الارقام قبل ما من غير ما تقول روح للبيرنت مش هي جايه من البيرنت عاملينها في البيرنت يوزر نيم كام انفرت شار 50 بس هو هنا بيضعفها على فكره خد بالك من الحته دي السمارتر بيضعفها احنا عاملينها هنا 50 تلاقي هو نظرك 100 وعملتها 20 تلاقي عملك 40 بس هو الفعلي اللي انت كتبته يبقى هنا انفرت شار كام 50 الصوره احنا بنسجل مسار صوره يبقى انفرت شار ماكس ماكس يعني اكبر عدد ممكن المرحله الجريد ان فارد شار والصف الاول ابتدائي او 25 المرحله ابتدائي اعدادي ثانوي ان فارد شار تاريخ الميلاد ديت الجندر ان فارد شار 6 اصليه 100 في 100 مش محتاجه ايه اعملها لسه اه ما انا هعملها كده بس يا نوع يا 100 في 100 فهم 6 حروف الايميل ان فارد شار 150 التليفون ان فارد شار 11 النيم ان فارد شار 70 او 80 ايه ده هو الفون ده جاي من جدول تاني ولا اساسا من ضمن بياناتي الاساسيه للستودنت خلاص طالما مش جاي من جدول تاني ما تعمله براحتك اما لو كان جاي من جدول تاني لازم تعمله زي التاني واللي كان جاي من الجدول التاني الثلاثه دول اللي هو اتقال عليهم ايه في الرسمة بس كده رقم الطالب انت عايز تخلي رقم الطالب اوتو نمبر يبقى تيجي هنا عند ايدنتيتي وتخليها يس ايدنتيتي وتخليها ايه يس طيب البرايمري كي مين كليك يمين سيت برايمري كي تعالى بقى ينفع طالب من غير اسم من غير تليفون من غير ايميل لازم جهاد ينفع طالب من غير جندر جهاد معلش عشان بس عايز اركزوا معايا فيها من غير جندر جهاد اكيد لا من غير تاريخ ميلاد لازم تاريخ ميلاد لازم مرحله وفصل طبعا لازم صوره لا ما هو مش لازم صوره انت ما تنساش لازم صوره وانت بتقدم في المدرسه بس لازم يرفع لك الصوره وبيعمل ابلكيشن لا هو بيقدم في المدرسه لازم صوره اما انت بتعمل موبايل ابلكيشن جهاد لازم اب اكيد لازم فصل لازم رقم باص لا بس كده فهمت اسيف ستودنتس انا لسه ما قلتش ان الثلاثه دول جايين من جداول ثانيه عملتها عايز ارفعها بقى على السيرفر تمام لا ده كليك يمين هنا على الداتابيز تاسكس جنريت سكريبت كليك يمين على الداتابيز تاسكس جنريت سكريبت تمام وتروح قايل هنا اهو نيكست علم على الجداول اللي انت عايز ترفعها على السيرفر هو ما عنديش غير ايه لو عندك 10 علم على 10 نيكست هيتحط في السيرفر في المكان ده قول له ماشي ادفانسد تنزل تحت عند التايب داتا تو سكريبت قال لك انت عايز تاخد الديزاين ولا الديزاين والداتا الاثنين افرض في داتا صح ولا غلط يبقى الديزاين والداتا اوكي خليك حافظ الاسم الكلام ده نيكست فينيش استنى عليه سكسيد فينيش اتحفظت فين في المكان اللي احنا قلنا عليه افتحها انا بس افتحها عشان اوريها لك اهو ادي يا يوسف الكودنج اهو ده اللي احنا محتاجين الحته دي ده الكودنج عمله وهي جنريت سكريبت دي بتطلع كود تاخدها كوبي تمام وتروح رايح للسيرفر بتاعك عندك حاجه اسمها تولز وعندك حاجه اسمها ايه تروح كاتب في الحته دي بيست وتعمل سبميت قال لك ايه اتنفذ خش على الجدول ايه
كان هيجي لك بريليشن. انا بقى لسه هعمل ريليشن تمام كده. طيب تعالى بقى نعمل ريليشن. افضل طريقه للريليشن هاتها من هنا، بس طبعا تعمل كونكت بمين؟ بالسيرفر. بقى عملت كونكت بالسيرفر من هنا، دوست على كونكت واخترت السيرفر بتاعي عشان اعمل له ريمبر مين. اكونكت بقى على السيرفر. عشان ليه اكونكت على السيرفر؟ عشان السيرفر فيه 3 جداول، مش هينفع اكونكت على عشان ده كان واحد بس. اهي اقفل دي. الداتابيز اهي، اهي التيبل اهو يا جماعه تمام. رايت كليك على الداتابيز دايجرام. الحركه دي بقى بتعمل مره واحده بس. الجداول مش تعمل 20,000 مره على عدد الجداول اللي عندك، اما عمليه الربط بينهم مره واحده، فركز معايا فيها تمام. طبعا انت مطروحه بيت تعدل عليها تمام. كليك يمين نيو داتابيز دايجرام، كليك يمين نيو داتابيز دايجرام. انتوا ان شاء الله بعد كده تبقوا مشاريع مع بعض صح. خد بالكم بقى، شوف دلوقتي انا كلامي بقى كل شويه موجه لمين، وده اللي بيحصل عندنا في الجامعه على فكره. لمين؟ ليه؟ عشان اول واحد هو جاب لي ايه؟ جاب لي الشغل. فخدوا بالكم من الحته دي، اول واحد هو جاب لي الشغل تلاقي الدكتور دايما موجه كلامه ليه، فتلاقي الطلبه التانيين متضايقين. فخد بالكم من الحته دي، وبلاش تعمل الحركه دي بتوع سنه رابعه. اوعى توصل للحته دي بالذات. دايما لما تحب وفضل انت مين دايما، يعني احنا هنا مش في جامعه، بس دايما وانتوا في جامعه لا تروحوا رايحين انتوا الثلاثه يا دكتور خلصنا، خدت بالكم؟ عشان تلاقي دايما اول واحد بيقدم الشغل تلاقي دايما علاقتي معاه بيه دايما، عشان خلاص بقى هو بقى رسق في دماغي ان ده اللي شغال. لا مش الليدر ده، بقى ده اللي شغال. يا ريت الليدر ده بقى ده اللي شغال. وطبعا لما تتاخد فكره كده تبقى زي الزفت، فبيتحط عليك في المناقشه، فبلاش بقى انت المره الجايه تتكلم معايا. انا بتكلم هنا مش فرق، هنا مفيش درجات، فخد بالك من الحته دي. كليك يمين نيو داتابيز دايجرام عشان اربط ما بينهم. يس هيقول لك انا عندي 3 جداول، قول له نزلهم لي عشان اربط ما بينهم. مش سامع اهو، هم دول اد وبعد كده كلوز. قول يا حلو. وانا عملت له اوفلاين وعدلت عليه تمام، مش هو نفس التيم. دخلت الراجل السكريبت ورحت رديتها. لا تحذف الجدول بقى وتاخد السكريبت تاني. على الاقل لازم احذفها من هنا. طبعا اعمل له دروب، تعمل له دروب من هنا ديليت اهي تمام، ودي رينيم تمام، ودي الاستراكشر لو عايز تعدل حاجه، ودي الداتا. الجداول نزلت اهي يا شباب. تسال نفسك تبص ترجع بقى تاني للاي ار دي يا يوسف، ده مربوط بمين؟ اليوزر نيم دي جايه منين؟ من البيرنت. تعالى بقى يا ريس حط لي السنت في النص كده اهو، وقول لي ان اليوزر نيم ده ايه جايه من هنا اهو، صح ولا غلط؟ تروح واقف هنا وتشد وتسحب وترميها على اليوزر نيم، مش ترميها لي في اي حته، لا على اليوزر نيم. هتطلع لك يقول لك العلاقه ما بين البيرنت والسنت ما بين اليوزر نيم والبيرنت يوزر نيم، ده مش نفس الاسم، مش فارق معايا، المهم يكونوا نفس النوع. هنا عامل ان فرد شرع 20 يبقى هنا ان فرد شرع 20. طيب اوكي، عندك بقى حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها في الحته دي، دايما الابديت اعمل كاسكيد وانت مغمض. دي معناها ايه؟ اي تعديل في الرئيس يعدل في الفرع. بمعنى ايمن ده في المدرسه واخد رقم 107، راح المدرسه قدم لاولاده، قدم لبنته ريتال وقدم لبنته هبه وقدم لابنه محمد. ريتال وهبه ومحمد على اساس اب رقم كام؟ 107 تمام كده، والسيستم اتسجل على كده وكله تمام، والاب خد بعضه واتكل على الله ومشي. جه تاني يوم المدير بتاع شؤون الطلبه بص يا ابني، قال له يا ابني سجلت ايمن على 107 ليه؟ ده رقمه 109 وانت نقلته غلط. ده انا سجلت الثلاث ولاده على كام؟ على 107. قال لك ماليش دعوه اتصرف. قال لك لما عملت ابديت كاسكيت دي مجرد ما تخلي الاب اللي كان اسمه ايمن 109 كل اللي كان 107 يتحول ايه؟ فده اي تعديل في الرئيس يعدل فين؟ وده تعملها وانت مغمض، ولازم تعملها عشان ما تتعبش نفسك، والا لو ما عملتهاش هتقعد تعدل واحد واحد. ايه؟ هتفرق معاك كتير جدا. تخيل بقى مثلا عندنا في الجامعه تمام؟ يبقى الدكتور ماسك كام طالب؟ حوالي 1000 في ماده. الدكتور يجي في نص السنه يمشي، حصل له حاجه يقول لك انا خلاص جات لي اعاره، ودي بتحصل معانا كتير. الدكتور جات له اعاره بره، تلاقي بقى نجيب لهم كل ال1000 تحت الدكتور رقم 9
نجيب لهم دكتور تاني. المفروض نعدي رقم 9 للدكتور الجديد، نقعد نعدي واحد واحد. قال لك لا، طب ما انت مجرد الدكتور رقم 9 تخليه رقم 5 كله بقى 5. بداية تعديل في الرئيس عدل فين؟ الثانية الديليت. الديليت بقى لازم تعملها وانت في كامل قواك العقلية. ليه بقى؟ أي حذف من الرئيسي هيحذف من الفرعي. يعني حضرتك لو حذفت لي الدكتور كل الطلبة الألف طالب هيتحسب، هتضيع الدنيا. بالظبط يا ساتر يا رب، فعلا هتضيع الدنيا. في الحالة دي تعملها نو أكشن، اوعى تعملها ست نل. سوري كاسكيت. نو اكشن دي معناه ايه؟ هيقول لك لا يا بيه، انت جاي تحذف دكتور وتحتيه طلبه، روح حذف للطلبه الاول بايدك، يبقى انت عندك ايه؟ انت اللي ماسحهم بايدك. تمام؟ يا اما تعملهم ايه؟ ست نل، يبقى كل 1000 دكتور 1000 طالب رقم الدكتور قصاده ايه؟ فاضي لحد ما يجيب له دكتور جديد، وده صح. يعني احسن بقى الاثنين اهو معاك، بس طبعا ست نل افضل في الحته دي. تمام؟ طيب تعالى بقى، عندنا برضو في حاجه ثانيه، عندك موظف وفاتوره يا خالد. الموظف بيعمل كام فاتوره؟ والفاتوره بيعملها كام موظف؟ هو الموظف لما يتحذف من الشركه ياخد فواتيره اللي عملها وماشي؟ لا ما ينفعش تعملها، يبقى جدع ست نار. خدت بالك؟ اي حاسس ان الرئيس احذف من الفرع لازم تكون ايه؟ مصحصح وانت بتعملها. طب تعالى بقى عند حالتنا بقى. هو انا لو حذفت الاب ولاده ياخدهم معاه؟ بس في الحالات اهي، ما عشان كده بقول لك، امال بقول لك ليه في كامل قواك العقليه؟ يبقى في حالات، خدت بالك اهو، لو حذفت الاب يبقى اكيد خلاص مش من عندي، ياخد ولاده ويتكل على الله اهي، يعملها كاسكيت. ايه؟ هو لسه الاب برضه؟ هو بينه وبينك صح؟ هو بينه وبينك صح؟ هو لو طلع ما هتتحول لايه؟ للام؟ خدت بالك؟ ايوه، ما هي كده ده قانوني حضرتك تتحول للام. هو ده صح؟ يبقى في حاله دي سيبها ست طل، عشان حاله لو طلق، خدت بالك؟ عشان بيبقى البيرنت دايما الاب، لو طلق بيضطر تتنقل الحضانه للام قانونيا ومع المحكمه كمان. ايه؟ يعني انا اعمل ايه لست طل؟ ما هي طبقا للمنطق بقى. ما طبقا للمنطق هعمل الاثنين ست طل؟ لا طبعا. الاثنين ست طل فين؟ الابديت دايما كاسكيت. تمام، يبقى الديليت حسب الحاله. ليه يا ستبقى ست نار؟ حسب الحالة. هسألك سؤال، لو انت النهاردة جيت حولت من الجامعة من عندك، تمام، من مودرن لروحت ام تي اي، مودرن هتقول لك خد كل حاجتك معاك؟ لا طبعا. ايه اللي لا؟ طبعا هتقول لك خد درجات أولى وثانية وثالثة وأنت ماشي، خد البلد بتاعك كله. فدي معناها إيه؟ لما أحذف الطالب كل حاجته دي كاسكيت، خدت بالك؟ طب لما أحذف الدكتور كل الطلبة هتتحذف؟ لا لا، يبقى دي ست نار حسب الحالة. عشان كده قلت لك فكر فيها وانت ما تعملها. تمام؟ بص لنا الدنيا، خد سيبها كده ست نار وخلاص. تعالى بقى للكلاس. الكلاس دي جايه منين؟ من هنا اهو. الكلاس نمبر مع الكلاس نمبر، اوكي. دايما الابديت الديليت. لو حذفت الفصل الطلبه يتحسوا من المدرسه؟ اكيد هيروحوا فصل جديد، صح ولا غلط؟ يبقى ست نل. اي بالظبط. تعالى نعمل الباص بالمره. كليك يمين نيو تيبل، اديني بيانات الباص والنبي معلش. ومينا؟ كليك يمين نيو تيبل. انت ممكن تعملها انا اهو، بص ثواني. اقفل دي خالص، كليك يمين نيو تيبل. وانت بتعمل العلاقات، واخد بالك؟ هنسميه باص. ايه الحقل الاول ابو مينا؟ لا بلات نمبر. ده اتفقنا ان فارتشر كام؟ فاكرين؟ 8. بعد كده مينا؟ درايفر نيم. اسم السواق ان فارتشر 50 مش مشكله. ايه؟ السورس اللي هو خط سيرو، ان فارد شار برضو، والديستنيشن بتسجل رقم الشاسيه ورقم الموتور يا جهاد. طب رقم الرخصه، تاريخ انتهاء الرخصه.
هو انا حطيت الباسورد اللون. هي مش العربيات ملكك؟ اه بس لو ملكك هتضطر تسجل تاريخ الرخصة عشان تخلي السيستم يفكرك ان في رخصة قربت تنتهي. تمام. ست برايمري كي. هو انا هحتاج اللاتون لون؟ لا. هو اللاتون لون قلت لك مش ثابتين بتوع الباص. انا قلت يعني عارف امتى تقول اللاتون لون؟ لو هتقول اللاتون لون بتاع الباركنج اللي هيركن فيه. نهاية الحياة الوردية. ده لو بتاعها. بس انت قلت مش بتاعها. ايه؟ بالظبط. مكانه ثابت. اما هو هنا مكان الباص مش متغير. ده بيتحرك. تمام؟ طيب. ارجع تاني بقى. كله منين؟ البلات نمبر جاي من هنا. شد واسحب عليها. اوكي. اذا ابديت دايما ايه؟ الديليت. لو حذفت الباص الطلبه اللي كانوا مشتركين مع الباص يمشوا ولا يمشوا من المدرسه ولا هيجي لهم باص جديد يبقى سيبنا تمام. خلصت. كليك يمين الرينج تيبل دي ميزتها بقى. بص بترتب لك الجداول. هي كانت مترتبها هتقول لي بس عشان اربع جداول اما لو 20 زي اللي عندنا كنت هتلاقي الدنيا. كنت هتعمل كليك يمين الرينج تيبل هتلاقي الدنيا اتلمت. سيف سميها دياجرام سكوب. تمام. دياجرام سكوب كده سميناه. طبعا ان شاء الله ابو مينا هتيجي نلاقي الدنيا كمان. اه هو انطونيو كرولس اهو معاك يعني. تعالى بقى بص الداتابيس. لما تعمل تيبل هتلاقي جدول الباص نزل والدياجرام نزلت. بس طبعا هنا اي جدول عايز تدخل عليه دوس كده. الحقول بتاعته هنا. عايز تعدي الحقل دوس هنا. عايز تعدي النوع تمام. عايز تعدي الاسم ودوس هنا. تمام. اسم الحقل. عايز تحذف الحقل دوس هنا. عايز تضيف حقل جديد اهو واخد بالك. دي فكره ايه. طيب ايه الباص ده انا خلصته ده اخر واحد. فين الباص؟ لا هو الباص ما نزلش ليه وانا ما سيفتش. اه يس كان لسه عايز يس. دوس تيبل نزلوا. تمام. طيب خش على ستودنت وهلغي واعمل فريش كده تيبل. خش على ستودنت. ادي العلاقات. قلنا لو عايز تلغي عايز تعدل عايز تضيف براحتك. ايه ده هو ليه؟ اه بيقول لي مفيش مش هينفع اعمل علاقه. عارف ليه؟ عشان انت حضرتك قايل عند الكلاس سيت ايه وحضرتك بالنسبه للستودنت كويس اللي ظهر الايرور ده قايل ان الكلاس ما ينفعش يتساب. ايه منين بقى؟ منين بتقول ان انا لو حذفت فصل خلي الطلبه قدام الفصل ايه؟ وانت قايل وانت بتبني الجدول ما ينفعش يبقى ايه؟ نظر. فارجع خليها نظر. فاهمين؟ خدت بالك؟ فخد بالك من حتتي عشان كده ما اقدرش اسيف. كولوم سيف دياجرام سكول. خد بالك بقى ساعات وانت بتيجي تعدل في الجدول يقول لك انت قافل عمليه التعديل بعد انشائه. مش انت دلوقتي عدلت في الجدول؟ عدلت في الجدول دلوقتي من سيكوال سيرفر لقيت حاجه عندي عملت مشكله فعدلت في الجدول. بعد ما انشات الجدول وجيت بعد يومين حبيت تعدل هيقول لك انت قافل التعديل بعد انشائه. انا والله ما قفلت حاجه بس هو اوتوماتيك بيحصل قفل وانت بتسطب. بتفتحها منين؟ هقول لك. فاهمين اقصد ايه؟ هتكون انت قافل عمليه التعديل بعد الانشاء. انجز هتروح جاي من هنا تيبل تولز اوبشن اس فين ديزاينر ديزاينر تيبل اند داتا بيس ديزاينر. هتلاقي دي علامه الصح عليها. اقراها كده. منع اي حفظ تعديلات بعد انشاء الجدول. شيل علامه الصح وتدوس اوكي. دي هتظهر لك امتى؟ لو بعد ما عملت الجدول. لا مش بعد يومين. ايه انا بدي مثال ان انت ممكن بعد يومين تعدل حاجه. تمام. انا اقصد ايه؟ ان انت مثلا جيت انشات جدول وبعد يومين حبيت تعدل فيه كده انت بتعدل بعد انشاء الجدول.
مش هيرضى عشان انت عامل الحته دي فشيل عنده الصح. تمام. طيب تعالى بقى هنا للتيبل، خش على الستودنت كده، في كام ريليشن؟ الغي دي، الغي بتاعه الكلاس. ليه؟ هعملها من هنا عشان اوريك ازاي تعمل ريليشن من هنا، مش احنا شدنا وسحبنا من هناك اهو. تعالى عند ريليشن، انت كده ايه العلاقه اللي ناقصه؟ الكلاس. تعالى عند ريليشن هنا، دوس نيو. العلاقه اسمها ايه؟ كلاس اف كي، مش انا اسميها احمد، مش فارقه معايا. انت في جدول مين؟ هتربطها مع مين؟ نيكست. ايه الحقل المشترك؟ ايه الحقل المشترك؟ كلاس نمبر. كلاس نمبر مع كلاس نمبر. دايما كاسكيد ايه؟ لو حذفت فصل هيتحذف؟ يتحذف الطلبة؟ هنا للأسف مفيش ست نمبر. خد بالك هنا؟ كرييت. بس كده عمل العلاقة برضه. سواء من هنا بس مفيش ست نمبر اللي قلتلك عليه. تمام. بيبقى انت عندك تقدر تبني الجداول من هنا، تقدر تبني الجداول من هنا، تقدر تبني الجداول كده. الداتا بيز ايه؟ خلصت وفينش. ساعات واحنا شغالين ممكن تلاقي تعديلات نضطر نعدل زي ما انت شفت دلوقتي. تمام. طبعا. الخطوه اللي بعد كده المفروض نعمل ايه بقى؟ موبايل ابلكيشن بقى. نرجع بقى تاني لاندرويد لكورسنا بقى. تمام. انت عارف الاثنين سيشن دول ما كانش في الكورس اساسا، مفيش داتا بيز في الكورس نهائي. ايه؟ ولا الادمن بنى ولا السيكوال سيرفر خالص. تمام. هما كانوا عاملين السكيو لايت اوف لاين اللي هو على الجهاز البرايفت، فاكرين احنا قلنا ناخدها. تمام. الخطوه بعد كده نبني ايه؟ نبني الشاشات بقى. هنبدا باول شاشه الويلكم سكرين اللي هي سبلاش اكتيفيتي، اللي هي بتظهر لمده دي نص ثانيه كده ولا استغرقت 4 ثواني تروح داخل زي الترو كولر، زي فتحها شويه تروح داخل. تمام. بعد كده يلاقي صفحه الريجستريشن بيج اللوجن. طب ما عندوش اكونت يعمل ايه؟ ريجستريشن اكونت، يبني ريجستريشن وهنعمل فيها عمليه ابروت. بعد كده يعمل لوجن ويدخل على ايه؟ على الابلكيشن. يبدا بقى عندنا كام ابلكيشن؟ واحد بيرنت، واحد ادمن، واحد تيتشر. صح؟ عشان كل واحد وليه ايه؟ حاجته. المره الجايه بقى وعليك الشغل. قول يا استنى اقعد شوف الراجل. ايه؟ زود اللوجن في الجيميل، لازم نستعمل والفاير بيز. ماشي. ماشي. يبقى انا نفسي مرتاح والله. يبقى نعملها مع الفاير بيز، بس لازم نعمل فاير بيز. نعملها. تمام. ضروري تبنوا الاي ار دي وتبعتوه. تمام. يعني دلوقتي لو عملت كده مش مشكله فاير بيز عادي.